بالنسبة لي يمين يسلمني على الغالي مش بس باعت يعني مليون اسطوانة نعم. خبرني صاحب شركة توزيعات الشرق بيقول لي رحت الى اليونان هيام عشان كان كل الشرق بيطبع الاسطوانات في اليونان. صحيح. قال لي وكان عندي موعد ضروري مع المدير العام، فلما دخلت المكتب عنده قال لي فوجئت لقيت صور السيدة أم كلثوم، الأستاذ عبد الوهاب، الأستاذ فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، وهيام يونس. الله. والله قال لي وحياة أولادي يا هيام، هذا دليل عن رضا الله يعني والوالدين عليك وعلى مدى نجاح أغنية يمين يسلمني على الغالي. وأيضا أستاذ يعني تسمحوا لي معلومة من القلب، في السعودية برنامج تحية وسلام. برنامج إذاعي 10 سنوات البرنامج، ومقدمة البرنامج هي مقدمة أغنية يمين يسلمني على الغالي. 10 سنوات أستاذ نادر.